لو الحكاية فيها إن فيتو سادة الحضور، طبعا احنا يعني سعداء بوجود رموز وقامات كبيرة موجودة معنا النهاردة اللي شاركت معنا النهاردة في هذا الاحتفال بتحالف الانضمام ما بين ائتلاف تحيا مصر وبين حركة وحدة الصف المصري العربي. وكان هناك تواضع من معالي الوزير ان هو قال ان هو كان عضو. لا انا يعني عايز اقول الحقيقه، احنا من سنه تقريبا او سنه وشويه لما بدانا في تاسيس هذه الحركه كان الفضل الاول والاخير لله والمعالي الوزير، فهو تواضع منه ان هو يقول ان هو كان عضو. لا، ان هو اللي بنت على اكتافه هذه الحركه، وكان المجهود المبذول طوال السنه اللي فاتت من زيارات على مستوى المحافظات اللي احنا عملناها كلها كان بيشارك فيها قبل مننا كلنا، وكان عامل مجهود في حب مصر. هذا الرجل انا بكن له كل حب واحترام وتقدير، وقلت وما زلت وهفضل اقول طول عمري. انا طبعا الكل عارف ان انا ليا اشقاء كتير جدا في المجال السياسي، لكن انا بشوف ان يكون اخويا الكبير هو الوزير السفير محمد الورد. لما نيجي نتكلم على حركة وحدة الصف، لما نبص لها مع تحيا مصر ونفكر في الاثنين، تحيا مصر بتدور على مصر، وحدة الصف عايزة وحدة صف مصر، فهنلاقي في تقارب قوي جدا ما بين الاثنين، والاثنين بيكملوا بعض، والاثنين هيكونوا نواة قوية جدا إن شاء الله في المستقبل، علشان نعرف حقيقة البلد ومشاعر الناس اللي فيها من حب ليها. احنا عايزين نشتغل على أرض الواقع زي ما احنا شغالين الحمد لله بقالنا فترة من سنة وشوية. احنا بننزل الشارع للناس، الحركة مجهودها كله في الشارع مش على الترابيزات ولا الكراسي ولا المكاتب. احنا بنتحرك تحرك شعبي، تحرك من اجل المواطن المصري انه يشعر قد ايه ان احنا بنتعاون معاه وحاسين بيه وبنحاول نساعده. طبعا مش هنقدر نعمل كل حاجة، لكن بنحاول وبنحاول ان الناس تساعد معانا ان احنا نزوق الناس انها تشجع وتحاول تعمل حاجه.